هنشوف جزء صغير من خيبتنا لما فرقتنا، وفاصل ونكمل معاكم. هو ده، ابعتوا لنا على طارق علام تي في كل التساؤلات، سهرانين معاكم مع الفنان الكبير محمد صبحي وخيبتنا لما فرقتنا. مصر اللي باعها خسر دلعها. هتبدا تغير دنيتك. اهل العالم. حاجه رائعه جدا طبعا استاذ صبحي. مفيش احسن منه، هو اللي علمنا يعني ايه مصر. احنا محتاجين نشوف الورع الجميله لاجلك. المسرح المصري فن جاد وليه رساله، وفي نفس الوقت دمه خفيف وممتع. احنا النجاة للوطن والوطن لينا نجاة. العرض هايل هايل هايل، رجعنا لكل العروض بتاعه زمان اللي كلها هدف وكلها حب لمصر وكلها تحيه لشعب مصر، فحاجه جميله بصراحه. ودي عاده محمد صبحي. والله مسرحيه جامده جدا، بقالها بتاع 14 سنه بس اخيرا. الجريئه ما حدش بيعملها غيره، وسيبقى محمد صبحي الى الابد، لان حقيقي مسرحيه حاجه فوق الوصف وفوق الخيال. والله مبسوط جدا بالعرض الساري، زخم فني ثقافي كبير، ونفتخر الف الف مبروك للمسرح المصري. كالعاده طبعا احلى حاجه في الدنيا. النهارده عرض جميل جدا، بنصح اي حد ان هو عايز يتفرج على عرض حاجه تليق بالاسره يجي يتفرج على عرض في بيته.